يقول استيقظت للفجر فأديت الصلاة، وبعد ذلك ظهر لي أن الفجر لم يحن وقته بعد، فهل تجزئ الصلاة أم أعيدها؟ إذا صليت الفجر ثم تبين لك أنك صليت قبل الفجر الصلاة غير صحيحة، لا بد من إعادتها لأنك صليت في غير وقت الصلاة، فيجب عليك إعادة الصلاة في وقتها. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومن شروط صحة الصلاة كما ذكر الفقهاء دخول الوقت، من صلاها قبل دخول الوقت فإنها لا تصح، يجب عليه إعادتها. جزاكم الله خيرا.